السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم بإذن الله يا سامن هنكمل أسئلة حل الأنماط، يعني قلنا الحصة الثالثة هاي في الأنماط، إن شاء الله بدنا نكمل الحصة مع بعض اللي هي طبعاً وصلنا احنا للسؤال كان عندنا السؤال الرابع، نعم، اليوم عندنا السؤال الخامس، اليوم عندنا السؤال الخامس اللي هو صفحة 48. هنحل مع بعض، بدنا نتبع النمط، الكل معاه كتابه وفاتح كتابه على هذا النمط اللي هو 15/1873. طب من وين طلعت يا مس؟ خلينا ندرسه مع بعض، نكتبه مع بعض وندرسه مع بعض على اساس انه ليش هذا الحكي يصير. نعم، ايش اللي صار معايا عشان النمط صار بالشكل هذا؟ نفسه بس بتغير مين اللي هي المضروب الاولاني، كل ما بتغير بصير عندي ايش بزيد؟ لا مش شرط اني ازيد مش شرط حسب الان اننا ندرس ايش اللي صار معانا؟ ايش اللي صار معانا؟ بدنا ندرس ايش صار معانا، احنا حنكتب النمط كامل وحنبدا نكمل اللي بده اياه حتى لو مش بالترتيب، حتى لو مش بالترتيب ما دام انا فهمت شو صار معايا معناته انا بدي ارتب. هون في فراغ، انتبه علي عشان اعرف ايش العدد اللي بدي احطه. ليش اربعه؟ اسف خمسه، درجة أكتب أربعة، نعم هاي خمسة، خمسة، خمسة. نيجي بس عندي هون، تمام؟ وأنا بكمل النمط اللي بده إياه بكل أريحية، وفي عندي فراغ، هون عندي فراغ. خلينا مع بعض نشوف ايش النمط هذا اللي شو هذا، على اي اساس حطيت لي واحد، على اي اساس حطيت لي اثنين، على اي اساس بدي اكمل لي هذا خمسه، مش عارف يعني شو. تعالوا مع بعض نحكي سبعه، خلينا مع بعض سبعه في ثلاثه، قولي لي 21 صح؟ واحد 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 اخذت اول شيء، طبعا لو ضربت لو جربته ضرب عادي حيطلع نفس الناتج، لا تفكروا اني هيك عشوائي بعمل. لو ضربت هذا الحكي على جنب في سبعه حيطلع لي نفس الناتج. نيجي هون اربعه في ثلاثه حتقولي لي 12 اثنين 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 اثنين، ولو ضربت هذا الحكي كمان حيطلع لي نفس الناتج هون. طيب لو ضربت واحد في ثلاثه 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 ونفس الحكي زي ما قلت لك استخدم ياخذ الان الحاسب بس واضربي هذا حيطلع لي نفس الناتج هون. مش عشوائي يعني. بس شو هي هذا شكل نمط، وحكيت هذا الحكي امس انه انا عندي واحد بقول انه عبقري هذا الرياضيات ولا مخه كمبيوتر او حاسبه، لا مش مخه كمبيوتر قاعد يشتغل على نفسه بالانماط، اشتغل على نفسه بهي الانماط. نيجي هون 8 في 3 بقول لي 24 بقول لي 4. ولو انا طالبه منك تجربها على اي حاسبه حيطلع نفس النتيجه. واضح؟ ليش يا هونس؟ شو العدد اللي بتضربيه بثلاثة يعطيني خمسة في خمسة؟ خمسة وإيش؟ فيش ثلاثة إلا 15 صح؟ ثلاثة فيش إلا 15 15 بس إيش؟ خمسة وإيش؟ ثلاثة صح؟ صح؟ خمسة وثلاثة؟ خمسة في ثلاثة 15 لأنه بعد ال 28 يعني أكثر من لو قلت يا مس 15 لا ما باخذها، ليش ما باخذها؟ ليش ما باخذها؟ لاني امس عندي انا الثمانيه ال 28 اكبر منها، كيف اخذ اصغر؟ هاي ال 28 طلعت اربعه. طب معقول ال 15 تطلع خمسه اكبر؟ لا لازم تكون اكثر منها. ولا 25 من ضايل 35. ليش هون اثنين في ثلاثه؟ هتقولي لي سته صح؟ سته
ستة 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 اتنين أربعة ستة. طيب شو اللي ضربتيه ثلاثة في إيش تعطيني تسعة؟ ثلاثة في إيش تعطيني تسعة يا ميس؟ ها ثلاثة في إيش تعطيني تسعة؟ وطبعا تسعة 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة. ثلاثة في إيش تعطيني تسعة؟ طيب ثلاثة في إيش تعطيني تسعة؟ هاي هاي ميس واحد 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 هاي تبعتوني هاي سبعة هاي السبعة صح هاي السبعة هاي السبعة ثلاث تسعة هو حضرتك تسعة تسعة في الوحدات هاي إيش هي سبعة يعني ما تقول سبعة في تسعة ثلاثة وإيش ثلاثة وستين هاي أو أقول له شو العدد المضروب بثلاثة تعطيني تسعة قولي لي ثلاثة ثلاثة صح ولا لا ثلاثة ثلاثة معناته هاي التسعة حتطلع لي تسعة 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 اثنين أربعة ستة طيب ثلاثة ثلاثة تسعة تسعة طيب هاي إيش هاي الوحدات؟ طيب أنا قلت التسعات هذول ضربت إيش التسعة ضربت أعطني التسعات هذول قولي لي الوحدات طيب الوحدات لمين الوحدات؟ لمين الوحدات؟ للسبعة معناته أنا تسعة في سبعة ثلاثة أو بقول له شو العدد المضروب ثلاثة في ثلاثة؟ ثلاثة في تسعة أول شيء شو العدد المضروب ثلاثة في تسعة؟ ثلاثة معقول أخذ ثلاثة وخمسون؟ طيب طيب تمام طيب أنا لما تطلع لي تسعة تسعات صح ولا لا؟ تسعات طيب ضربتها بإيش عشان أعطيك تسعات؟ ضربتها بالواحد واحد 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 طيب من هو الواحد؟ من هو الواحد اللي هو السبعة؟ من هو الواحد؟ والسبعة يعني تسعة سبعة ثلاثة وستون مش ثلاثة وخمسون ثلاثة وستون واضح؟ يعني هي بدها شوية يعني فطنة ولا شوية فطنة زي ما حكيت لك لأنك أنا بتشتغل لحالك بس بالأرض سؤال ثالث هنأخذ السؤال الثالث اللي هو صفحة مستر مع الأرض تطلع علي أول هو أول كرات العدد مع بعض خلينا نختم عليه 16 الكرة الثانية 8 الكرة الثالثة أو أنا إذا ما حكيت لك هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث قديش الثالث؟ أربعة الحد الثالث الحد الأول 16 الحد الثاني 2 الحد الرابع طيب ما قاعدة النمط طيب ما قاعدة النمط طب بدنا نستمر لو نستمر خلينا نستمر الأول خلينا نستمر نمشي عارف إيش بعمل؟ نستمر ايش هاي اثنين بعدين واحد بعدين نصف بعدين كمل 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 نكمل بعدين ربع بعدين ثمن ونكمل زي ما بدك تكمل طيب مس شو عملت انا شو القاعده هاي الف هاي الف بدي قاعده النمط قاعده النمط شو بتسوي مس قاعدة النمط شو بسوي؟ شو بسوي؟ كأني أنا بقول لك بدي أعمل نص نص الضرب في حكتبها بلاش نص وقول الضرب في نص يقول النمط صح ولا لا؟ هو كاتب لي على نون ونون بتعرف كيف شغل الكتاب وشغل الشغلات أنا بدي أعمل شغلات بسيطة أخذتها من الخامس ومن الرابع انا بقول الضرب الضرب في نصف الضرب في نصف هذه هي القاعده هي القاعده هقول له الضرب الضرب في نصف هذه قاعدتي هذه هي قاعدتي طيب بقول لك بقول لك باع خلينا نشوف باع شو بحكي لي باع شو بقول لي بقول لي اذا استمر رسم الاشكال اعتمادا على النمط نفسه هل سيتوقف رسمها في مرحله ما يعني انتبه بصوره عدديه بالصوره العدديه يعني لهون يعني ايش لهون يعني ما فيش انصاص خلينا نشوف قد ايه في اي مرحله
نقول هون 16 بعدين 8 بعدين 4 بعدين 2 بعدين 1 نعد كم مرحلة؟ 1 2 3 4 5 نقول له في المرحلة الخامسة. شو بدنا نقول له؟ في المرحلة الخامسة. ليش يعني في الخامسة؟ ليش نص وربع؟ بدنا نتوقف بشكل عددي يعني مش أسبوع. معنى شكل عددي، ايش معنى كلمة شكل عددي؟ يعني غير كسري، غير كسري عشان تفهم ايش معنى كلمة شكل عددي غير كسري. يعني هون ما وصلنا، بعد 1 2 3 4 5 المرحلة الخامسة يتوقف عنا، يتوقف عنا الايش؟ النوت، يتوقف عنا النوت بشكل عددي. أنا هون لسه كثير الأرمغة، بس بدها منك إنك تستوعب إيش بده منك. يا ريت يا ريت يا مس يا ريت إنك تبدأ تراجع لي الأرمغة، وبدي كمان منك شغلة بسيطة. هنا في مرسومات. خلاص بكفي لأنه إحنا أخذنا تقريباً كل الأسئلة. الكتاب ان شاء الله الحصه الجايه نبدا بالمقادير الجبريه، ما كانت بس بدايه للانماط الوحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.